مدوي فينا عليها حسود. وكاين بزاف الناس فرحوا لينا دوك يشكلونا استثناء عادي، وسنه الحياه هي هذه، ضروري كتلقى الاخيار والاشرار، ولكن يكفيني الاخيار والاشرار. ما انا ما مجهود درنا الحمد لله في ذاك الماستر، ورمزيه ديال الماستر اللي ما فهموش الناس، لذوك القله الذين لا يستحقون الالتفات اليهم. ولكن مادام بغيتين هي رمزيه الماستر، من اين تاتي هذه الرمزيه؟ كونها جاءت من تجربه اليمه، هذا هو رغم الناس كاملين كيدوزوا الماستر وكيدوزوا الدكتوراه، ماشي تما العين مشكل. المشكل هو ان واحد الانسان زج به في ملف يشكل اكبر شوهه عالميه ومس خطير بسمعه المحاكم المغرب، ويبقى وصمة عار على جبين كل من هندس وفبرك واتصل. وهذه الجريمه النكراء في حق المملكه المغربيه لعنوانها الدبابات لن تمحوها لا متابعه وهبي، ولن يمحوها لا تشهير، والله لن يمحوها، ولن يمحوها حتى الاعدام ديالي. ستبقى وصمه عار، سجل يا تاريخ، مثلما سيبقى وصمه عار دخول مثلي سب جلاله الملك وسب الوطن وسب المغاربه. وهنا مربط الفرس كان ادي الفاتوره على المثلي، باش بزاف الناس كيبغيو يفهموا شنو واقع عليا من التشهير. المثلي عندما دخل الى المغرب، انا ما كنقولش انا هو، انا صحفي، ولكن مني مغربي كنحمق على التمغربيت، وكنفتخر بالتمغربيت والخزي والعار اللي هان الهويه المغربيه. ذلك المثلي في اساءه للهويه المغربيه، ومن تورطوا فيها ما استصغوش ان صحفي يقول لهم لا شكون انت، انت تفهم اكثر منا، ما كنفهمش اكثر منكم، ولكن مني مشاعر الوطنيه ربما تكون اكثر مشاعر الوطنيه ديالكم. كاع هادشي اللي كتشوفوا وقع عليهم، راه شوف اي واحد متتبع المهداوي لاحظوا كيفاش بدات العمليه معي من خرج، ما لاحظتوش هذه 8 شهور منذ ميل في المثلي 20 موقع ولا 30 موقع يقتل ويؤدى وكيتصلوا. البارح جاتني معلومه اتصلت بعض الجهات باش ما يجيوش الصحفيين، فين المواقع؟ ولكن يكفيني فخرا تم الاتصال، كيعيطوا لي ناس من بعض الموقع، سي المهداوي راه عيطوا لي اسهل، عيطوا للمدير فلان، ما تمشيوش عند المهداوي قسما بايات الرحمن. ضغوطات واتصلوا هذه يومين، تصور البارح انا غادي نسيق الطوموبيل كيتصل بيا واحد الصديق لا داعي لديك الاسم، قال لي راه جمعيه في امريكا غدير بك دعوه، علاش؟ واحد النقاش، ومشاو عند واحد السيد اللي من لي فون ديالي عز عليا وكيعرف اش كنسوى، اختاروا عباره ما عرفتش انا. المهم باش دوك الاشخاص في وضعيه اعاقه، وتصوروا اخوتي المغاربه، ولا عيط لي مسكين ذاك الرئيس اللي بغاو يحرضوه، قال لي يا خويا المهداوي كنعرفك. قلت له تعال لي ما كتعرفش، قال لي لا. قلت له عطيني شي واحد في المغرب هنايا اللي تبنى ملف ديال الاشخاص اللي في وضعيه اعاقه بحالي في المغرب، كنجيهم عندي جوج. قلت له عقل لي هادي الاوتنير فاس، شكون اللي قاد طارق السباعي الله يرحمه؟ انا ديته، وديت خالد الجامعي الله يرحمه، وديت النقيب البقيوي الله يرحمه، كتعقلوا؟ وانا اللي قتلت الحمله العادي الاوتنير في وضعيه اعاقه الى جانب اخوه اخرون. وعيتصل بيا احد المسؤولين في المغرب، انا ذاك كان مسؤول، قال لي حميد عفاك هذاك السيد الشقه، عيط انا الصفري وعطاها له، وجاتني مكالمه بالليل، ماشي مسؤول حزبي بلا ما، المهم بقى فيه، شاف ذاك الشيء قال لي وتعطات له الشقه. شكون اللي ذاك السيد اللي تضرب بالقرطاس في السله؟ شكون اللي كيشوف الفيديوهات ديالي اللي رجلو مشات له النص؟ شكون اللي يقدر يكتب عليه؟ لان واحد مسؤول عسكري كبير في احدى الاجهزه، ولد خو هو اللي ضربه، والله ما قادرش شي موقع مغربي يكتب عليه، الا الانسان المتواضع، ماشي حنا متنطعين. وقلت لذاك السيد البارح وانا نفاجئه، كاين حاجه بيني وبين الله، بقى كيشوف. قلت له كتعرف انا اش كندير مع واحد جوج فرعيات اعاقه؟ ولكن ما بقاش ننزلوا لكل شيء مستويات. قال لي وشوف، قال لي شتي فلانه وفلان اللي كيشهروا بك راه هما اللي اتصلوا، هما اللي خدامين في هذا الشيء. ابا حرام هذا الشيء يا صاحبي، واقولها على مسؤوليتي، دخول المثل اساءه بريغه للمملكه المغربيه. وسجل يا تاريخ وعدموني ورميوني الكلاب وحركوا المواقع ديال اللي بغيتوا، انا متاكد ذلك كان. علاش؟ لان هذاك الشخص طريقه القدره بس سب المملكه، بس سب جلاله الملك. وهذا الملك محمد السادس والله اخوتي ما كانت بيدق ديالنا كلنا، والله لا حيدوا لنا شي واحد، شي واحد ما يخوصوه وديالنا ونطيف عليه انا بطريقتي، لا ما يبقى يحمقني شي واحد. حمقوا ديونا للحبس، دفنونا تحت الارض جلاله الملك وحبوه، وماشي ديال التبيضيق، كنهضر بمنتهى المسؤوليه. واللي كيحترم جلاله الملك والله ما يدخل ذاك السيد، والله لا دخل بحكم ذاك الشيء اللي خرج من فمه عليه، والله واخا يكون غيجيب لينا قسما بالله سبته ومليليا، والصحراء المغربيه تحل مشكلتها بالله، انا برب الله لا دخل ذاك السيد. علاش؟ الا ذاك العبارات اللي خرجوا من فمه، واخا يكون اللي كان صاحبي احترم جلاله الملك، عيب تدخلوا بديك الطريقه، عيب. وجايبه من بعد ولا كيقول تساهل وتيقول واحد المحامي ما كنبغيش نسمع سميته وفلان وليداته تفرقه مغلباته، انت غتعتقل نهار الاثنين تعتقل، والوكيل العام يسب سبا
وعباد الله الصلاقط، سمحوا لي ما كنبغيش اخوتي نبغى والصلاقط، وراه وصلنا لمستوى الدناء صلقوط تيسب وكيل العام ديال جلاله الملك، والوكيل العام كنديرو شكون هذا اللي كيزعم يسب وكيل العام؟ شكون انا صحفي ما عرفتش كيفاش داير، ومع ذلك كنكذب عليكم كنخاف عادي بحال هكا، انت صلقوط ديال الاخر كيسب وكيل العام في بحال الكورت وداير الميكروفون ولا 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 ولا، والوكيل الملك داير له المتابعه في سوق الاربعاء، ودي انت لواحد الوكيل الملك بلاصه اخرى وشويه خرج، وبنادم عنده عار الشيكي يداو الحبس. راه ماشي كنهضر مع هاد الصلاقط، والله ما كيهموني، كنقول لكم من يوظفون الصلاقط، تنقول معايا بالله عليكم، اتقوا الله في هذا الوطن، اتقوا الله في هذا الوطن، وراه البنيان زوين والطرود زوينه وكل الانسان والقيم والاخلاق، هاد البلاد كبرنا تاريخيا كنحشموا من الكبير، كنحشموا من الفقيه، كنبوسوا الاستاذ، كاين الاسره، كاين الجامع، كاين عيد النبوي، كنفيقوا الصباح لعيد الاضحى، كنسمعوا عرفه، كنشدوا 50 فرنك، كاين اللي كيشد 5 دراهم، تقاليد اسر خصوصيات تا مغربيه كبرنا بها. اما رازونا مؤخرا فيما كان شي صلقوط عطيه الميكروفون، هضروا بالاجهزه التناسليه، سبوا الاعراض، سبوا الشرفه، سبوا الامهات، اللي ما كيحترمش امه واللي عنده مشكل مع امه، اي مسؤول عنده هو اللي كيمشي لامهات المغاربه، واللي ما كتحترموش مرته واللي علاقته مع مرته ماشي مزيانه هو اللي كيقيس الزوجات ديال المواطنين. والله كنت انا كنقول لهاد المسؤولين اللي كيحركوا هاد الصلاقط، والله يا المسؤول كنتي كتحترم مرتك وكنتي تحترم امك، هي ما تزعم على امهات المغربيات ولا تزعم على زوجات وزوجاتنا وامهاتنا اشرف من امهات العالم. وسمحوا لي ما كنقولهاش عليكم، انتم الميساج ديالي راه واضح، الصلاقط اللي كيقيسوا الزوجات والصلاقط ما الحبس، انا هما صحابهم دابا هاد وهبي ولا هاد 10 ولاد، لا لا والله ما كنتسوق هادشي. انا شوف نهار قاسوا لي امي، قاسوا لي شرف امي، كنهضر على المسؤولين، ما الصلاقط اللي هذوك عمو كبيري صوت الصلاقط والصلقوطات ما كنهضرش معاهم. نهار قاسوا لي امي، قاسوا لي زوجتي، انتهى الكلام، عرفت راسي انا في زمن اوي هادو صعاب اللي ولاو كيحكموا دابا البلاد، اوي وصلوا ناس خطار، صافي خصهم غير البلاد تكون واش على حساب القيم واش على الله واش على الرسول، لا يهم، صافي وصلوا المستوى البلاد، صافي سي فيني. انا بغيت نقول لكم علاش درت لكم انا المحاكمه الوهبيه، دير معايا اللي بغيت، وتقصيني اشرف ما عندي امي، والخطا اللي درت صاحبي كتقلقني ولا، وساحاكم اللي جبد لي امي، والله انا وياك والزمن طويل يا الصلقوط، واي واحد مسؤول صلقوط جبت لي امي ومرتي، وسجلوا عليا هذه، هاد المسؤولين الصلاقط، مسؤولين الصلاقط بعض اللي جبد لي امي وجبد لي شرف امي وجبد لي شرف امي، يعرف امي اش كتسوى منين جايه وجبد لي شرف زوج، هو مسؤول صلقوط. لا هاد وهبي ولا هاد المتابعه، نقول لكم اخوتي واش كاين شي بقى والو في هاد البلاد، بلا ما نبقاو نكذبوا على بعضياتنا، كاين شي واحد حد معاهم رجلك الديانه؟ كريت العصا على المؤسسات، عاش الملك اللي من هب ودب المهداوي كيشدوا الفيديو، وعياشي وباع الماتش ماشي مشكل، بقى انا عارف اش كندير. حموشي لقيته في الواجهه ما كاينش اللي حموشي راجل مزيان، كيخرج عاين مرابط، المهداوي خدام مع الاجهزه، كيخرج الاخر المهداوي حموشي ودافعين على المؤسسات، كريت العصا، كان ممكن 7000 عرض نهز ولادي كيما كيهربوا الفيران، ولكن قلت لا، لما نخليو هاد بلادنا وتدور الايام توليو ديرونا شرف امنا وشرف شرف زوجتنا، صلاقط صلاقط صلاقط، سولوا علينا في الحبس يا صلاقط، ما كنقولش هادشي فخر، كيفاش عشنا وسط الحبس، القبر تحت الارض، في عيد الاضحى انتم كتذبحوا، وهذا الانسان جالس مع مدير المعقل ورئيس المعقل، ماشي انا متنطع، كالصلقوط صلقوطه يشوف فيها بوليسي يديرها ويجي يتفرع على المهداوي، عاد كنحشم، جبدوا لنا زوجاتنا وهاد المسؤولين المغاربه، عيب الله عليكم، شوفوا التصلقيط وسط البلاد، اش من صحافه واش من بطاقه، اش من بطاقه واش من صحافه، ملي وليت التصلقيط، ترخيو علينا الصلقوطات والصلاقط، الصلقوطات والصلاقط على الصلاقط. لا ما كنهضرش مع الصلاقط، هادو كنهضر مع اللي وظفهم، جبدوا الامهات وجبدوا الزوجات وماشي عانا، تعراو الناس، شد النيفو شد تمغ، فين المغرب؟ اكبر بلد فيه الزوايا في العالم هو المغرب، بلاد اماره المؤمنين، خصوصيه عندنا، بلاد اماره المؤمنين، بلاد اللي فيها الزوايا، شكون فينا؟ حنا كلنا كنحشموا وكنحتارموا، حتى ولا بلاد كيخرج هكا كيهضر بالاجهزه التناسليه والفيديوهات وكل شيء كيشوف السلطه، وتيتحاكم مهداوي زعما ساليتو المحاكمات في المغرب، بلاد عامره على فساد، اجي نحاكمو هو براسو هذا الوزير، شحال عفمو عفمو ما خرج من فمو، عهدرتك وكان احترام لهذا البحر، حنا ما كنسواوش المغاربه ما كنسواوش، نقولها لكم بالعلالي، باش تقول انت وزير قول قول سير لهولندا وقول بوه لاباس عليه وصيفط لكندا، والله لزتي نهار تستفز مشاعر الناس، حطينا كتبه باش تفرعس قراه بوه قراته، عهدي كافيه والله ما يتحاكم، تجي تقول انت اي مغربي الا جينا نديرو لا دي ان 27 واحد، شكون اللي كيسيء الوطن؟ عمري خرجت هاد الهضره نقول انا اي واحد درنا لا دي ان 27 واحد، حنا عماتنا عاهرات، هذا وزير وعندو الشجاعه يجي يدعي، بنادم ما كيحشمش.
اختي اسمحوا لي انا شوف انا ماشي شوف انا نقول لها تصلاقط حيت خصني نعاود نرجع لها تصلاقط والله شوف انا مستعد لاي حاجه راه ما كاينش شي حاجه غلي عندي من الكون من شرف امي وشرف با وخوتي ومرتي نقول لكم والله وتهضروا في امي وفي مرتي وبنتي اللي جايه والله لا أقص والله لا اثرتوا فيا بمعنى من المعاني ولكن خصني نوصلكم رسائلكم نقول لكم انتم صلاقط هذه خصها توصل لان صلاقط توصل معايا لمرتي وانا راه شوفوا راه نقدر نقول شي كلام شي لحظه وما تدفعونيش ليه غنخرج شي كلام مع مرتي واحد سمعوا اثبت لي يا مرتي لا انا عندي المراه شوف الاخوان اللي ما يدافعش على شرف امه وعلى شرف مرته راه ماشي مغربي انا نقول لكم حنا المغاربه حرار تم التأجيل ديالها 28 اكتوبر مع 12 صافي هذا الشيء اللي كاين عدد كبير وسجلوا العدد الكبير من المحامون دابا حنا وصلنا واش توصل تتصل بالصحافه البحث عيط لي واحد تيتصل بالصحافه ما تشوفش الوقفه هذا سلوك هذا لا لعب لا والله نقول هذه فكره لا 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 خاص فكره توصل بمعنى اخر لا 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 واحد فكره الاخوان لا 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 واحد الفكره الاخوان لا لا دي رساله خاصها تفهم توصل لواحد الناس اياك وشي واحد يتوهم ان القوه هي ما تبقى الصحافه وهذا الجو عندك وتعتقدوا هذا راه معنوان ديال الضعف المملكه المغربيه كبر من هذا المستوى وقفت امام العواصف راه الناس كيضعفوها مؤخرا الدوله المغربيه الناس كيسحب لهم الا تحكمنا في كل شيء وراه ضعف انا خلي علينا المغرب فيه والو وراه خصني معارضه وخصني حزب وخصني صحافه هذا هو المغرب المغرب راه ما يصلحلوش الوضع ديال شي دوله اخرى راه ما غادي بالبلاد للهلاك الو التليفونات سهله اعطي الاشاره وشد الشكاره ومنع هذا ومنع هذا ولكن راه كتضروا الدوله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.